على أفتي أن الموسيقى حرام. من يقول بأن هذا الغناء حلال؟ من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. من أفتى بغير علم ألجم بلجام يوم القيامة من النار، هكذا تحدث رسولنا الكريم عن الفتاوى الدينية وعن المفتين بغير علم بالشيء. فتاوى إسلامية راجت هنا وهناك، وسؤال عن حكم أو فتوى اقتضى البحث والتقصي. فأولا، ما هي الفتوى وما هو الحكم؟ ومن نسأل وبمن نستعين؟ ومن له الأهلية بأن يفتي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي؟ أسئلة عديدة بات الجواب عنها ضرورة ملحة. انتشار الفتاوى الدينية في تونس يعود إلى سياسة تجفيف المنابع الدينية التي انتهجها النظام السابق، وإلى التصحر الديني الذي عاشه التونسيون وأدى بهم إلى التعلق في الفضائيات العربية الدينية التي تجيز لنفسها تقديم الفتاوى لكل سائل في أي مكان وزمان. التصحر الديني الذي شهدته بلادنا طيلة القرن، أو على الأقل لنقل 50 سنة التي مرت، غيب أهل العلم من الساحة وجعل الناس لا يجدون من يستفتون إلا الإمام، سواء كان إمام الخمسة أو إمام الجمعة. هذه المسائل العادية وهي مهمة يمكن للإمام الخطيب مثلا أن يبينها وأن يشرحها، يمكن للمدرس لأستاذ التربية الإسلامية أن يبين ما عرفه في هذه العلوم الشرعية فيما هو موضوع عام، ليس موضوع اختصاص دقيق أو موضوع فتوى واستنباط واجتهاد. فهناك فرق بين أن يفتي الإنسان في مسألة ويجتهد فيها ويجمع فيها الأدلة المتعلقة بها ويفيد المستفتي بالحكم الشرعي والفتوى اللازمة، وبين أن واحد يبلغ عن الله سبحانه وتعالى تفسيرا للقرآن أو أحكاما للدين بوجه عام، ليست هي فتوى وإنما هي مفاهيم عامة ومعرفة عامة بالإسلام. ضبابية تعلو بعض الأمور، ويجد التونسي نفسه في حيرة من أمره، ويجد أمامه أحكاما مختلفة عن مذاهب متعددة مع زخم القنوات الدينية واختلاف المواقف فيها، بالإضافة إلى تعقيدات الحياة اليومية. ومن يرجو العيش على ضوء الكتاب والسنة يسعى إلى السؤال في أقرب المساجد والأئمة على اختلاف مشاربهم، ولا يخفى على أحد خطورة ذلك، خاصة فيما يشبه الانفلات الديني في إصدار الفتاوى والأحكام. إمام الجمعة يعطيك الفتاوي، عنده الفتاوي؟ نسأل الإمام. الإمام متاع الجامعة نسأل. ما لا هو ما دام شد إمام متاع الجمعة اللي مليان منا بالإيمان، عنده قدرة على ما باش يجاوب علينا. أخطر شيء في موضوع الفتاوى هو المفتي، حيث هو المطالب بالاجتهاد وباستنباط الأحكام الشرعية، مراعيا في ذلك المجتمع والزمان والمكان الذي تمت فيه تسريب الفتوى. بالنسبة لمن له الأهلية أن يفتي، فهو من له علم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وله علم باللغة العربية، وكذلك له علم خاصة بحال المستفتي وواقعه. الأصل في الفتوى أن لا تصدر إلا من كبار العلماء المتمكنين في الفقه وعلوم الشريعة من أصول ومقاصد ولغة وتفسير وعلوم حديث ومصطلح وغير ذلك من العلوم التي يعرفها أهل العلم. وقد روينا في كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض أنه نقل عن الإمام مالك لما سئل: متى تصدرت للفتوى؟ قال: ما تصدرت للفتوى حتى أذن لي 70 محنكا بها. والمراد بذلك أي 70 عالما متمكنا يلبس العمامة المحنكة التي تخرج تحت الحنك.
مسألة الفتوى ليست بالأمر الهين، فحتى الأئمة أو من يعرف فيهم أنهم على دراية بشرع الله تعالى مغلبهم هم نقلة للفتوى وليسوا بمفتين، فمسألة الفتوى تحتاج إلى رسوخ قدم في العلم الشرعي وثبات ومعرفة وفهم كبير بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على المواطن أن يتحرى في الجهة التي سيتصل بها، لأن الفتوى هي مسؤولية فيها تبيان لرأي الشريعة الإسلامية في ذلك الموضوع وحل مشاكل الناس بطريقة منهجية، وبالتالي ليس أي شخص بإمكانه الإفتاء. إذن أنا ألخص، هناك مصادر علمية أساسية، هناك مؤسسة الإفتاء، هناك هيئات علمية شرعية يمكن الرجوع إليها في هذا الشأن. فتوى مغرقة في العداوة للمرأة وللمخالفين في الرأي، آخرها فتوى جهاد النكاح وفتوى الزواج العرفي التي أفتى بها بعض شيوخ الخليج. ليست الفتاوى الوحيدة التي اضطرب لسماعها التونسيون، فتوى كثيرة أثارت بلبلة وفتنة كختان البنات وإرضاع الكبير، فتوى زج بها بعض الدعاة في مجتمعنا. ممكن هيك ما نصرفوش بهم، احنا غطينا هذو ما موش فتاوى متاعنا احنا الحق. احنا فتاوينا واضحة، ما ايش دخلونا في الفتاوى البعاد هذو ما خطينا ما هوش متاعنا. فيهم بون قليل منهم اللي الفتاوى الأغلبية صحيحة ما تم فيها حد شيء، فما بعض الأئمة ما نقولوش اللي الفتاوى نتاعهم ممكن ما هماش متمكنين علميا هكا. نحن نعرف كثير من الناس توجهوا للجهاد في سوريا وما علمنا بمسألة جهاد النكاح، ولا وجود لها في ديننا، ولا يفتي بها أصلا من له دراية بأبجديات الدين الإسلامي. بالنسبة للفتاوى المنفلتة، هي ظهرت وفشت بقوة خاصة ما بعد الثورة، لأنها شهدت انفلاتات عامة. ومن الأشياء التي نسمعها وهي شاذة أن حتى بعض أدعياء الحداثة والعلمانية يفتي بتكفير الإسلاميين مثلا، وبعض من ينتسب معناها للسنة يجعل الصلاة خلف بعض الأئمة لأنه يختلف معه في العقيدة، فيقول الصلاة خلفه باطلة وحرام. مثلا بعضهم يفتي بحرمة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وببدعته وضلال صاحبه، وتراه يشدد على أكل زقوقه ويجعله ضلالا مبينا، بينما المنكرات المنتشرة لا ينكرها ولا يبين فيها. موضة الفتاوى تطورت وأصبحت المنابر الدينية على الهواء مباشرة، وأصبحت الفتاوى ترمى هنا وهناك لكل سائل، وفي بعض الأحيان دون مصافحة أمهات الكتب والرجوع إلى أصل الشيء. احنا كي نسألوا ربما الناس اللي في وسائل الإعلام تتصدر للفتوى، أو على الأصح تتصدر للإجابة عن أسئلة الناس، خاطر كلمة الفتوى راهي شيء والأجوبة عن أسئلة الناس شيء آخر. الفتوى كي نقولوا فتوى ويفتي ومفتي معناه هذا اجتهاد. إذا رجعنا إلى هذا الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتجرد زال الخلاف، وحتى إن لم يزل الخلاف لأنه الخلاف أوسع من أن ينضبط في أمة الإسلام، لكن على الأقل يبقى كل على ما هو عليه من القول بدليله وبحجته دون تشاحن ودون عراك ودون ما نشاهده اليوم من تبادل للسباب وتبادل للشتائم بين كثير من الناس. الفتوى في الأصل لا تكون إلا في المسائل الاجتهادية الظنية المختلف فيها التي تتجاذبها الأدلة والنصوص، فاختار العلماء أن تكون لكل بلاد المسلمين ولكل دولة مؤسسة علمية دار للإفتاء يترأسها مفتي وحوله عشرات من كبار العلماء، فتعرض المسألة عليهم ثم يتدارسونها وينظرون إلى أحوال البلاد، ثم يخرجون الفتوى من مصدر علمي رفيع
من عدة علماء متمكنين شهد لهم العلماء والعالم بالنزاهة في العلم، فلما تخرج الفتوى يكون لها الأثر الكبير وتوحد ولا تفرق صف المسلمين في البلاد المسلم في بلاد الإسلامية. إن شاء الله في بلادنا إن شاء الله يتخرج عدد من المفتين لكي يفتوا هذا الشعب الكريم في كل القضايا المطروحة اليومية أو القضايا العامة أو الخاصة، قضايا المجتمع أو الإدارة أو الدولة، أو القضايا في الأحوال الشخصية في الزواج وفي الطلاق، أو القضايا الأخرى العبادية في الصلاة في الصيام في الحج في العمرة. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لنا هذا الأمل، ونحن إن شاء الله مستعدون لأن نتعاون في هذا المجال بالتنسيق مع ديوان الإفتاء ومع الجامعات الإسلامية ومع الشخصيات العلمية الإسلامية ومع المجامع الفقهية بما يحق المقاربة الإفتائية التونسية، مقاربة علمية، مقاربة واقعية، مقاربة اجتماعية تحقق الخير الكثير وتجيب الناس عن أسئلتهم وتعينهم على أداء دينهم. فتاوى دينية تروج في الفضائيات العربية أشبه بالتجارة الموازية، تجارة الفتاوى التي أصبحت تسرب جزافا أو حتى تشترى، وقد توظف لأغراض اقتصادية وسياسية تنحرف بها عن هدفها الرئيسي. وللتصدي لها وجب بعث هيئة وطنية للإفتاء يراعى فيها الخصوصية التونسية وتقي الشباب من الانسياق وراء هذه الأحكام والفتاوى.